خلال أكثر من عامين مضيا على عمر انقلاب الحوثي صالح على الشرعية، التهم قادة الميليشيات الحوثية مليارات الريالات من إيرادات الدولة وتجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية. تقارير مستندة إلى وثائق في وزارة النفط كشفت أن العائد السنوي للحوثيين من هذا القطاع وحده يصل إلى 1,250,000,000 دولار. سياسة الإثراء غير المشروعة هذه انعكست على أسعار مشتقات النفط في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، حيث ارتفعت أسعار الوقود بصورة مفاجئة بنسبة 30% منذ الأحد الماضي. الميليشيات أغلقت أيضاً محطات بيع المشتقات النفطية التابعة لشركة النفط الحكومية، وأسست شركات نفطية احتكرت حق الاستيراد والتوزيع في السوق المحلية بأسعار يحددونها وفق مصالحهم والعائدات المالية التي يحتاجونها تحت مبرر تمويل المجهود الحربي. أكبر الشركات يملكها المتحدث باسمهم محمد عبد السلام وتسمى يمن لايف، تليها شركة أويل برايمر لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، بينما تعود الثالثة واسمها الذهب الأسود للحوثي علي ناصر قرشة. الإجراء الانقلابي بزيادة أسعار الوقود أتى بالتزامن مع إطلاق قوات الشرعية عملية الرمح الذهبي لاستعادة السيطرة على السواحل الغربية التي يستخدمها الحوثيون لاستيراد الوقود. ميس الحربي، العربية.